زون ميكست. رجعنا من جديد في زون ميكست مع ضيوفنا اليوم كمال زعيم ناعم السياسي طارق المسعودي. مشاهدة نتحولوا للدوحة باش ناخذوا أهم ما صار البارح في حفل قرعة المونديال مع زميلنا الإعلامي من قنوات الكاس القطرية المولدي الجامعي. مولدي أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك. يعطيك صحة مولدي، صحة شريبتك الساعة قبل كل شيء. حبينا نعملوا طلة في الدوحة ناخذوا من عندك أهم مسار البارح في حفل القرعة. تقريبا الإبهار بدا من توا كالعادة، عودتنا قطر تقريبا أن تكون حاضرة في مناسبات كما هكا، وإبهار تام كان في حفل القرعة البارح. صحيح، كلكم تابعتوا حفل القرعة البارح اللي كان منقول على شبكة اليوتيوب للفيفا تي في وكذلك على عدد كبير من القنوات. الحفل كان اعتقد حفل ناجح، قدموا بامتياز الفنان ادريس ايليا والمذيعة البي بي سي رشمين شودري، وعدد كبير شفنا حتى النجمة شريهان كانت في الافتتاح. حبي يوجه رسائل، اعتقد انه الحفل حبي يوجه رسائل استقبال العرب للعالم لاول مره في تظاهره كبيره مثل هذه، كذلك وجه رسائل اخرى بانه كره القدم اعتقد حب يوصلوا انه كره القدم هيش حاجه جديده على المنطقه هذه، ورسائل اخرى كبيره الحقيقه حتى على مستوى الصوره، على مستوى اللي يسميه في المسرح لكلاتمون ديليو، معناتها كيفاش المكان كله استغلوه بشكل كبير سواء الاكرام ولا حتى في وسط الصاله، يعني كان ابهار كبير. النجوم زاد كذلك، كانوا نجوم كبار برشا كانوا حاضرين خاصه في الكونغرس قبل يعني في الكونغرس، وبعدين في حفل القرعه في الاثنين شفنا النجوم اللي مازال توا كيف سيبوا معناتها بطلوا كره القدم، شفنا برشا اعتزلوا كره القدم، شفنا برشا من ماسكيرانو للبيرلو الماتيرازي اجويرو، اسامي كبيره معناها كلها كانت حاضره، لويس فيجو، الاسامي الكبيره الكل كانت حاضره. اعتقد انه بشكل او باخر نجح الحفل وكان تنظيم متميز. ربما ما نحبش نقول الكلام هذا لانه نخدم في قناه قطريه ولا لاني في قناه الكاس ولا لانه كذلك عندي نشاط ثاني مع الفيفا تي في، ولكن الحقيقه ما شفناش اغلاط كبيره تتذكر. معناها شفنا مرة سير عادي، سير ممتاز، الفضاء اللي اختاروه زاد قصر المعارض والمؤتمرات في الدوحة اللي بحذا انت سام تعرف في الدوحة بحذا سيتي سنتر، يعني ما مشيناش الفندق ومشينا الفضاء اخر اكبر منه، وبالتالي تم استغلال المكان. واللي عجبني فيها انه حضرت انا الكونغرس وبعدين حضرت القرعة، يعني كأنك في مكان ثاني سبحان الله. في اقل من 24 ساعة كيفاش حولوا المكان من كونغرس القرعة، معناها غيروا تماما حتى الـ البلان، حتى التخطيط بتاع المكان كله تغير، المداخل والمخارج، وهذا اعتقد كانت ناجحه. ما اعرفش اذا كان ثم حاجه معينه تحب. هو انت حكيت على شريهان، هذه حضورها مفاجاه، كان ما كانش برامج، علاش اختيار على شريهان بالذات؟ صحيح، هو فما حاجتين لعبوا عليهم. اولا هي شريهان نجمه استعراضيه، واعتقد انه كان خلال ما سمعت حتى في الاشهر اللي قبل القرعه انه كان مبرمج يكون عندها عرض، على اساس انه تكون لابس عليها ويكون عندها عرض. هي كانت مريضه، معناها مرضاه ما كانتش تتكلم بسياسه زاده. اي بالطريقه هذيك معناتها حضرت فضله انه ما، وربما فما حاجه قراوها الناس اللي حضروا، واعتقد ماهيش غالطه برشا، خاطر حضور شريهان في افتتاح القرعه ومشاركه رابح ماجر في القرعه كاحد اساطير المنطقه العربيه، اعتقد انهم ما قمروش مليح، معناها كانه حكاوا على مصر وعلى الجزائر اللي هما الاثنين للاسف غادرا التصفيات، ماهمش باش يكونوا معناها في كاس العالم. اجتهادات نتاع ناس، ولكن اعتقد ماهيش غالطه برشا، ماهيش معلومه ولكن ماهيش غالطه برشا. حبينا بصراحه، يعني كلنا كانت عندنا ملاحظات معينه، ما انا في النهايه واحد تونسي، حبينا طارق ذياب، حبينا حاتم طرابلسي، حبينا اسطوره من اساطير كره القدم، اسطوره على الاقل مونديالية. هو حتى في الكاف، مش كان في الفيفا، حتى في حفلات نتاع الكاف ديما يتم تجاهل التوانسه، ما نعرفش علاش يحضروا من العالم من افريقيا الكل، مصر بالمره كان تونس.
أنا نقول لك علاش. هم بصراحة النجوم بتاعنا حتى في خلال الفترة هذه اللي تعرفنا عليهم وانت تعرفهم زادة، هم زادة مقصرين في الجانب هذايا. النجوم بتاعنا ما يدخلوش رواحهم برشا، ما يدخلوش رواحهم برشا، ما يمشيوش ما يجيوش ما يقبلوش حتى مثلا في الاستضافات. نجموا أنا تو درني المو معناتها كان عندي انترفيو مع في فترة كأس العرب مع الفيفا تي في دوكيمنتري عن الحضور العربي باش يخرج على قريب إن شاء الله تو في بي إن سبورت في عملية الدبل زي ما هو إنتاج الفيفا تي في. يعني نجوم بلدان ثانية كان بسهولة نكلمهم يجيو. تونس طارق دياب اعتذر، سامي طرابلسي اعتذر، سامي طرابلسي يعني كل واحد يحكي على مونديال معين، حاتم طرابلسي اعتذر، نبيل معلول ما نجمش يخرج من الكويت، إلا كريم حقي وقت اللي جاء الكأس العرب ما تكلمناه وكان مشكور جدا تعاون معنا. وبالتالي أنا حرام تاريخ نتاع تونس في كأس العالم 5 مشاركات ما يتلخصش في كريم حقي، معناها على امتياز كريم حقي ما نقولوش لا، ولكن ثم برشا حكايات حلوه حبينا نسمعهم. نجوم هذوما مش متعاونين، انت تقول مثلا واحد تكلم الفيفا ولا دوكيومنتري باش يقعد في الليزانال نتاع الفوتبول يرفض، غريبه شويه. وحتى مع اللجنه هنا تكلمت معاه ما نحبش نطول عليك، حتى مع اللجنه العليا للمشاريع والارث هنا لانه ثم سفراء المونديال، يعني انا واحد من الناس كانت عندي جلسات برشا معاهم وقلت لهم ما انت كيفاش يكون موجود وائل جمعه موجود ابو تريكه اللي عمرهم يلعبوا مونديال وما يكونش موجود حاتم الطرابلسي والا طارق دياب والا اللي هم يعيشوا في قطر كذلك ولعبوا مونديال؟ قال لك اخويا هما ما حبوش. معناها اللوم رواحنا اكثر معناها. ولا حاتم تخلى معانا، قال لك حاتم تخلى معانا في افتتاح ملعب الجنوب وكان حاضر وبعدها معناتها ما يجاوبش، نستدعوه ما يجيش، هاو عندي التزام، هاو عندي استوديو، هاو عندي كذا، وبالتالي اللوم روحنا نحن قبل من اللوم الناس الاخرين في اعتقادي. مولدي فقط باش ما نطولش عليك، ظهر لي اهم ردود الافعال خاصه من جانب التونسي، كنت تقريبا البارح اكيد الوديع الجريجه القادري، البعثه التونسيه كيفاش كان الرياكسيون تاعهم معناها بعد التيراج والسور؟ صحيح كنت قريب، صحيح كنت قريب، هذه حاجه معناتها طبيعيه وعاديه. والله ردود الفعل كاس العالم ما نجموش نستناو حاجه اقل. انا صراحه نعطيك ماهوش سر انه اللي كنا احنا ولا كانوا هما اللي خايفين منه هي مجموعه المانيا واسبانيا اللي ما فيهاش حتى حل معناها. مجموعات الاخرين تقريبا متوازنين بشكل ما، اذا تسالني انا على رايي مجموعه البرتغال كانت اهون شوي، ولكن في كاس عالم ما تنجمش تلقى اقل من هذا. صحيح. هذاك هو المطلوب. معناتها المهمه صعيبه، ولكن حكيت معاهم انا معناتها يقول لك احنا نعملوا اللي علينا وان شاء الله باذن الله نوصلوا الماتش فرنسا على الاقل، واحنا عندنا 3 بوان ولا 4 بوان باش وهي على الاقل تنجم تنيغوسي معاها، فهمت؟ عندك الماتش الثاني راهو ماهوش سهل، تنجم اذا كان تطلع لك الفيرو فريق قوي برشا، لانه يعني الامارات واستراليا والمتاهل منهم يلعب مع الفيرو. اغلب الفيرو باش تكون. اي على الاغلب باش تكون الفيرو ماهوش سهل. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك مولدي على كل هذه التفاصيل. عايش بارك الله فيك وتحياتي للكل معك وان شاء الله بالتوفيق المنتخب في النهائي. ان شاء الله نكمل.